السلام عليكم المشاهدين، كما كتشوفوا انا جيتكم لواحد المكان اللي هو رائع، فين كيتباعوا المواعن، الكيسان، اي حاجه كتبغيها كتلقايها في هذا المحل. هذا اش غنقول لكم، جوده وداكشي رائع 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 كيحمق. بالنسبه لهاد الكويسات هادو مصنوعين يدويين بصنع ديال اليد، كما كتشوفوا مزوقينهم بهذه الطريقه هذه ديال الموزونه، هي الاسم اللي كنعرفوا حنايا، مزوقين بها الكويسات من التحت. وهادو اللي حمقوني انا ديال الفواكه، شبيكات بحال اينوكس ولكن هما مصبوغين بالصفر، حتى هما كيجيو روعه الحقيقه. هاد المواعنات هادو شويه طالعين في الثمن ولكن يستاهلوا. هادوك الكويسات دايرينهم بجوج اورو الكاس، والاخرين هادوك الشبيكات اللي قلت لكم بحال ديال الاكسبو زوينين، ولكن حتى هما دايرين لهم بحال 8 اورو 9 اورو هكا ب 99. هي هذيك كما كتشوفوا هاد الكويسات راه عندهم على الشكل والانواع، ومدخلين بهم هذاك الزواق اللي كيحمق. وهنا دايرين واحد الاقتراح بالنسبه للمائده، دابا مع عارفين هاد الاعياد وراس السنه، اقتراح زعما كيفاش تنظمي الطبله ديالك، وحاطين هنا كاع الملتزمات ديال الكوزينه والمواعن اللي تحتاجيهم. وهاد البريمه هذه ديال اينوكس في الحقيقه كتحمق، ديال طيبي فيها الباستا بحال هكا سباغيتي وكتصفيها في نفس الوقت، طيب طيب، ومن بعد تهزيها. حاطين هاد الكوطات تا هما ديال اينوكس دايرين لهم 22 اورو. وهاد الماكينات هادو ديال باستا حنا كنستعملوهم في الحلوى وكنستعملوهم في الشباكيه، حتى هما دايرين لهم 20 اورو، زوينات في الحقيقه ويستاهلوا. هاد المقيلات هادو حتى هما دايرينهم على حساب راس السنه، الناس بغيت تشري مواعنات جداد دايرين جوجات تشريهم بحال ب 20 اورو، زوينات هما ورائعات في الحقيقه. كلهم هاد المواعنات اي مرا ما تكرههمش كما تنقولوا، كونوا في الدار عندها وفي كوزينتها. وحاطين هاد الاطقم ديال الطباسل والزليفات ديال الماكله بحال هكا كتمشي مجموعه في الكريطينه ديالها، ولكن هما حالين هادي باش الناس يشوفوها اللي عنده العائله كبيره بطبيعه الحال. هنايا حاطين جميع الانواع، المولات ديال الكيكه وديال التورته وديال اي حاجه كتحتاجيها حاطينها هنايا، زعما في الحقيقه زوينين وحتى الثمن رخيصين، ماشي ثمن مرتفع. بالنسبه لهذه راه دايرين لها غير 6 اورو، كتحل كديري فيها الكيكه وكتحليها وتهزيها، زعما ما تخسر ما والو. انا كانت عندي ولكن قدامت، هادو رائعين، هادو كيعجبوني كيجيو ساهلين في الكيكه. حاطين هاد المولات هادو حتى هما يديرهم في الفلو بحال هكا كيجيو زوينين، كيقادو لك كما تنقولوا الفورما ديال اي حاجه او روز او اي حاجه، حتى هما زوينين. قلت لكم اي حاجه ديال الكوزينه تلقايها هنا في هاد البلاصه هادي. حاطين هاد الكويسات حتى هما كيحمقوا كما تشوفوا، هاد اللون الذهبي وفي دوك الجيمات ب 6 اورو الكاس. كاينين حتى هادو تا همايا، كاينين هاد الديكورات بالنسبه اللي تحطيهم في الصالون حدا الثلاجه، تحطيهم عفوا تانا حدا التلفازه، كيجيو زوينين على شكل شجرات او نخيلات. حاطين هاد الطبيسلات حتى هما مجموعه كتمشي بحال هاد الشكل هذا، فيها ثلاثه ديال الطبيسلات كما عارفين، فيها الكبير والمتوسط وفيها حتى الصغيور. وحاطين حداهم ديك اللي كدار تحت الطباسل كاقتراح، زعما زوينين اللي بغى ينظم الطبيله ديالو هاد الايام ديال راس السنه. هادشي كامل كيكون بنادم يحتاجه في راس السنه في الليله، داكشي علاش حاطين اقتراحات للناس اللي بغيو بحال هكا يكونوا دايرين وجبه عشاء ولا عارضين على شي واحد محتفلين بهذيك الليله. وحاطين هاد المقالي هادو العجيبات اللي كيطيبوا على جوج جويه، دير لهم 29 اورو، حتى هما زوينين كيبانوا حقيقه. ما عمرني جربتهم وما عمرني شريتهم، ولكن راهم كنشوفهم الناس كيطيبوا فيهم كيشكروهم كيقولوا زوينين. حاطين هاد الاطقم ديال الماس ديال الكوزينه كتستعملهم زعما المراه في الكوزينه. حاطين واحد المجموعه اللي هي زوينه ديال اينوكس، اينوكس خالص اللي هو رائع. هما هادو كما كتشوفوا في الصوره،
دير اللي هم 59 أورو، بحال قولي 60 أورو، فيهم كتمشي جميلة كبيرة وجميلة صغيرة وجميلة تحت منها هي صغيرة، وكتمشي معاهم واحد الكاسرون على هذا الشكل. هذا هاد الانوكس هذا راه واعر واعر زوين بزاف كيحمق، ولكن الثمن حتى هو شوية كما كنقولوا قاصح شوية، داكشي علاش بنادم كما كنقولوا اللي ما شريت نزه. حاطين هاد البريمات حتى همايا، حاطين هاد المقلة دير فيها الحوت مع الخضرة في الفران، تجي رائعة كتمشي بحال هاد الشكل هذا الكرتونة ديالها. حاطين هنايا هاد الشبيكات هادو في واحد البريز كديكور كتشعليه وكيعطي واحد النور اللي هو زوين، زعما هادشي ديال راس السنه. واحد الشميعات حتى هما ديكوراسيون. هنا هاد الطبله حاطين فيها حتى هاد الكويسات هادو، هاد اللي كيتكونوا في الكوزينه دايرين 6 أورو الواحده، زوينات كدار فيهم السكر دقيق كلشي. وشوفوا معايا هاد الكويسات هادو شحال زوينين، ديروا العصير الموناضه الماء اي حاجه يجيو فيها، حتى هما فنين حالة ب10 أورو. هاد التفصيلات ديال البيتزا حتى هو حاطينهم هنايا، كلهم هاد المويعنات في الحقيقة كيحمقوا. هاد التفصيلات حتى هما هي حاطينهم بزاف، كاينين ديال المواعن اللي كما كنقولوا يستاهلوا الواحد يشريهم. كما كتشوفوا هنا معايا هادو هما الكويسات اللي وريتكم في البداية، هادو تدرت ووقعتهم قدامي. كاينين هنا هاد المقالي هادو بزاف ديال كما كنقولوا لي شوا، اللي بغى يشري عنده كما كنقولوا فين يتفنن واش يختار. حاطين هاد الصوبيرات زوينين ديال الزاج كما كتشوفوا، بزاف ديال المواعن هنايا كل مقلاب ديالها. كاين هاد البرامي الكبارين، كاينين العشاق البرامي. حاطين هنايا تاني مجموعات كتجي على داك الشكل، في هذاك الشكل الحجري، حتى هما زوينين رائعين على الشكل والانواع كما كتشوفوا. هذوك البرميات الكبارات يسيروا معاهم هاد المقالي هادو، كيكونوا غير في كوزينات ديال الشافات وديال وهاد الكوكوط اللي وريتكم في البدايه هي هذه 22. بغيت نصور لكم الثمن ديالها، زعما راه الثمن زوين، حاجه ديال انوكس وصحيه، راه كتبان رائعه. كاينين هادو ديال 9 لتر، حتى هما هادي انا عندي بحالها، زعما زوينات شويه غاليات ولكن زوينات. كاينين هاد المجموعه الخضراء حتى هي زوينه، هاد الجميلات. انا جبت لكم في هاد الفيديو هذا جميع الاذواق ديال الاواني، وحنا عارفين المراه عزيزين عليها المويعنات ديال الدار، مقيلات صغار مقيلات كبار ميسات كلشي كلشي عندهم زوين في الحقيقه. ما تسخيش تخرجي من هاد المكان هذا الا وانت شاري معاك المواعن. انا خرجت دابا حيت هاد البلاصه اللي كنت فيها راها مول كبير، كتدخلي هنا كتصوري، تخرجي هنايا كتصوري. هنا هاد المحل حتى هو لاصق تما حدا اللي فيه الاواني، حتى هو معمر الملابس ديال الاطفال. شوفوا شحال زوينين كيحمقوا هنايا، رائعين هاد اللبسات كما كتشوفوا. ديال المحل فيه الملابس مشتركه ديال الاطفال ديال الرجال ديال كلشي. ومزينين المول ديالهم تماك بهاد ديال راس السنه، بهاد الزواق ودوك كما كنقولوا رجل الثلج دايرينو على شكل بولات فيهم الضو، كلشي منظم كلشي زوين. اقتراحات ديال اللبس ديال راس السنه حتى هما دايرين واحد الموديلات اللي كيوريوك كيفاش تلبسي هذيك الليله هذيك. عارفين الناس كاين اللي كيكونوا كما كنقولوا دايرين معاها البال بزاف وكيبغيو يحضروا احسن حضور. ودابا سالينا كما كنقولوا الفلوق ديالنا او الدوره ديالنا اللي درنا معاكم، نتمنىكم تكونوا تمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا، وكنشكركم بزاف. الى اللقاء في فيديو اخر.